شكون هو هذا الارتيست اللي تبغي دير معاه اون كولابوراسيون؟ ما صراحه ما عنديش ارتيست معين قد ما انني انا منفتح انني ندير مع واحد الارتيست اللي غادي يناسب داكشي ديالو، يناسب التفكير ديالي ولو ستيل ديالي والتوجه ديالي الفني. حيت انا عندي واحد الاختيارات معينه ان موسيقتي تكون نقيه، تكون هادفه، يكون فيها واحد الميساج. ما نخرجش اغنيه من اجل اغنيه او من اجل الشهره او من اجل انني غادي نخدم مع واحد الارتيست اللي هو معروف غادي نحاول نعفط على شي حوايج باش نخدم معاه. لا، خصني ما تيهمش شكون الاسم، ولكن تيهمش النتيجه. النتيجه اللي غتعطي من بعد باش هذيك الاغنيه ما تندمش عليها من بعد، ما تحسش براسك بانك درتي واحد الغلط. كاينين مواهب في المغرب وكاينين مواهب في خارج المغرب اللي بزاف وما تعرفوهمش الناس وقادرين انهم يعطيو واحد الموسيقى زوينه. حنايا دابا حاليا تنشوفوا بان اغلبيه تقلب على الاسم ديال الفنان، واش مشهور او شحال عنده ديال المتابعين مالوغوزمون مواقع مواقع الاجتماعيه. انا ماشي من هذا التفكير. دونك انا منفتح على اي فنان، وجميع الفنانين اللي تيديروا موسيقى مزيانه راه منين تنسمك لهم تنستمتع وتنقول يقدر ندير معاه ولا نقدر نتناسبوا مع بعضياتنا في واحد العمل معين. بلاك جاغوار، ميرسي بوكو، شكرا لك، كنت معنا مباشرة لا موزايك. كنت من نولك توفيق توفيق بوكو دكوراج بور لا سويت والبرنامج موزايك. ميرسي بوكو والمستمعين ديال راديو ميدي ان، وانت منا وتكون معنا قريبا اكزاكتومون في هذا الاستوديو هادو ضروري، حيت انا راه ولفت عندكم الاستوديو ولفت الاجواء وتنتسناو ان شاء الله ترجع الامور كما كانت.